سلاح الغشيم طير بحص من مقلعة. ايه يا شباب شوية لو سمحت. سلاح الغشيم طير بحص من مقلعة بحص الغلط 50 شقفي قطعت. من بعد ما تقطعت صفى موضعت مجهول شري اجرم على مصرعة. من بعد ما تقطعت صفى موضعك مجهول شري اجرم على موضع على مصرعك. ان كان الاسم في هيك حفلي طمعت وانفعل مع شخص وما بيأثر معك بعطيك اسمي من عدا شخصية تبارى معه يا بتصرع يا بيصرع. شيل الضعف من جرعك بتشيل حالك كاس حتفك جرعك. عن منبرك شيل الضعف من جرعك شيل حالك كاس حتفك جرعك. ما اسلسك ما انعمك ما اودعك شوكة صبر يلي بعينه بيودعك. ما اسلسك ما أنعمك ما أودعك شوكة صبر يلي بعينه بيودعك. سلاح الغشيم طير بحص من مقلعك بحص الغلط 50 شقفي قطعت. ومن بعد ما تقطعت صفى موضعت مجهول شري أجرم على مصرعك. إن كان الاسم في هيك حفلي طمعت والفعل مع شخص ما بيأثر معك بعطيك اسمي من عدا شخصية تبارى معه يا بتصرع يا بيصرع. تشوف جسمك داب والاسم انطفى حتى انسأل شي ابن بيو عن وفا وقال له اعطيني اسم شاعر مصطفى. قال له يا ابني قبل ما موسى يجي كانوا يقولوا في محمد مصطفى. اسمه اكتفى. يا متك على اسم
من اشرف صفات توب العيال توبوا عياري ما بيحلم بالدفا. الاسماء ما بتزرع تلاقي ولا جفل ما ثبتوا فعل ومصيره للهفاء. ومن هيك رح خليك علي بلا شفا تتشوف جسمك داب والاسم انطفى. بالشعب حتى نسأل شي ابن بيو عن وفا وقالوا اذكرني اسم شاعر مصطفى. قالوا يا ابني قبل ما موسى يجي كانوا يقولوا في محمد مصطفى. يا شباب رواق الله يرضى عليكم يا شباب ولو رواق يا شباب ولو خليه عن مع خليه عن مع الشباب من هو خليه يجي رد يا عمي خليه يجي رد مش عم يصلحوا طال حد يا حبيبي يجي رد خليه يجي من بده يجي رد خليه يجي من قديه مش عم يصلحوا معي خليه يجي رد معلش وسالوا حدك سيد وسالوا يا سيد كابتن بتقول اسمي بتقول اسمك قبل اسمي عنبرو بينفح شدا واسمي فضي من عنبرو يا عيني بتقول اسمك قبل اسمي عنبرو بينفح شدا واسمي فضي من عنبرو يا شباب اللي على المسرح نحن اصلا انتوا اخوتنا فسمح لكم تقعدوا معنا مش سمح لكم يعني انتوا مش قلنا يعني بس راحوا شو غيركم معلش اللي واقفين يقعدوا شوي دقيقة شعبها حشوا لنا حفلة شوي من ال يا عيني حدا على ارض كلكم شو انا يا خيي بكره رد في الطعم اللي طايح نحن مش هنسترجي للسمع يلا عود خلصنا يلا لجنة التنظيم ولو تعال عندنا ولا تعال ما في حدا بيعرف كلهم بيعرفوا ورا شغله ورا يلا قعدوا معلش قعدوا معلش معلش ورا رجلي قدام خلص رجلي قدام خلونا نسمع بس تحكي غير الرداده يعني لانه العدي يا سيف موسى انت قلت انه ما بنساش يكون على المنبر الا الرداده يا خي نحن طلبنا مش حنقبل على المنبر الا الرداده انا وين معك الرداده توقف يا سيد غير الرداد ما بنقبل يبقى على الصلاة اصلا نحن طلبنا من الافندي ما يخلوا الا ورا كل شيء على الاربعه ما بنقبل الا الرداد بس طيب بس من بدك نزل يا حي يلا معلش ينفح شدا واسمي فضي من عنبرو موسى الاول عن ظهوره وخبره موسى الاول عن ظهوره وخبره قبل النبي محمد شرايع دبره وبعده اجا محمد وعنه وعبره كمل الشرع ودين الله كبره أيه. ومحمد الثاني ختم غسل الزكا ودين الزجل تمم شريعة منبره. أيه. أيه.